الحكومة التونسية معالي حياة طه الرمادي وزير الشؤون الثقافية، السادة أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المحترمين، السيدات والسادة ضيوفنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إجلال وتقدير لكل من شاركنا اليوم الاحتفال بيومنا الوطني 51. ها أنا أشهد الاحتفال الرابع لي في تونس باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شاركت به كدبلوماسي في عام 2008، وخلال فترة 2018 وإلى يومنا هذا كرئيسا للبعثة. وقد أعاقتنا جائحة كورونا عن إقامته لعامين، حيث ساهمت دولة الإمارات مقاومتها وقدمت الدعم لأشقائها في كافة أرجاء المعمورة، وكانت أول من بادر بدعم الشقيقة تونس بمساعدات طبية تبذلت في تجهيزات ومعدات طبية و500 ألف جرعة وبناء مستشفى ميداني في ولاية جندوبة. ويمثل هذا اليوم مناسبة نسترجع فيها ذكريات تاريخية في العلاقات بين الإمارة وتونس، والتي وضع أسسها الزعيمين الحبيب بورقيبة والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراهما. وتراقب الإمارات المسار التصحيحي الذي انتهجه فخامة الرئيس قيس سعدي لإنقاذ تونس من العشرية السوداء التي عاشتها، ويحاول فخامته تنفيذ خطة لنقلها إلى مرحلة جديدة بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها العالم من أزمة متفاقمة، إلا أننا مدركون بأن تونس وشعبها الأبي سيجتازانها، كون أننا شاهدون في العديد من المناسبات على أنها تستطيع ذلك. وهذا ما عهدناه من الشعب التونسي في تمثيله المتميز لبلاده في الداخل والخارج. وتؤكد الإمارات حكومة وشعبا بأنها تقف بجانب شقيقتها تونس، وهي مستعدة لمشاركتها بمشاريع استثمارية وتنموية لتحقق ما تصبو إليه من تقدم وتنمية. وتدرس الإمارات العديد من الفرص الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية في تونس، وهذا ليس بالأمر الغريب أو المستحدث في علاقتنا الثنائية التاريخية. ونسأل الله أن تتخطى تونس كافة مراحلها في تحقيق مسارها نحو مرحلة تنموية صالحة في مكافحة ما عانت منه من عوائق شكلت لها مرحلة صعبة، وهي لا تنفي أنها متوجهة لتكون نموذجا في أياد أمينة. ونتمنى لتونس ورئيسها وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار بعيدا عن المكائد والشائعات والإرهاب، وإنها سائرة بتوفيق من الله على درب النجاح والتألق والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.